خوتي مغاربة، السلام عليكم. بغيت نشكر كل شي الناس داخل وخارج أرض الوطن اللي تضامنوا معايا، اللي تضامنوا مع العائلة ديالي في المحنة اللي دوزت 6 شهور وأنا وراء القضبان في السجن ديال أيت ملول. سجنتو 6 شهور غير على كلمة الحق، ما شفرت، ما ديت أموال الدولة، ما درت شي حاجة خيبة، شي جريمة كيعاقب عليها القانون، حتى حاجة. ولكن الحمد لله دخلت راسي مرفوع وخرجت راسي مرفوع، الحمد لله. بغيت نشكركم كاملين، وكما القاعدة اليوم خرجت من الدار. أنا خرجت البارح في الليل من السجن، أول خرجة من الدار مشيت جبت الوريضات، توحشتهم. 6 شهور ما شريت الوريضات للمدام. بغيت نستغل هذه الفرصة، هذه راني غندير فيديوهات أخرين باش نشرح بزاف ديال الحوايج. بغيت نستغل هذه الفرصة باش نشكر جلالة الملك على التفاتة المولوية ديالو، اللي بالفضل ديالها تم الإعفاء علينا من العفو علينا من السجن. أنا فرحت بزاف السي بوعشرين والزوجة ديالو ووليداته، للراضي، للريسوني، للحيرش، كل شيء الناس اللي خرجوا. وكنتمنى والله العظيم كنطلب الله باش الأستاذ زيان والدراري ديال الريف حتى هما يخرجوا كاملين، ونطويو هذه الصفحة اللي هي في الحقيقة واحد النقطة سوداء في الصورة الحقوقية ديال بلادنا. كنحلموا، راه كاملين كنحلموا بمغرب أفضل. بغينا واحد المغرب زوين، بغينا واحد المغرب اللي كلشي المغاربة كيحلموا به. وهذاك الشيء علاش انا دخلت للسجن، واحد العدد ديال الناس كيدخلوا للسجون، هذا الشيء ما بقيناش بغينا نشوفوه. هاد نسميهم سنوات الرصاص، ولا ما عرفتش شنو بغينا نسميهم دابا، القرطاس، الله اعلم. غير ما بقيناش بحال هاد الامور بغينا نشوفوها. وهاد الباقة ديال الورد اللي جبت للعائله ديالي كنهديهم للشعب المغاربه كاملين، شو واحد اللي كتحتفل معايا حتى هي، وكنهديها في نفس الوقت هاد الباقة ديال الورود لصاحب الجلاله بالمناسبه ديال 25 عام التربع على عرش أسلافه المنعمين. الله يحفظه لبلادنا. ومرة أخرى تبارك الله عليكم، وغادي نديرو في فيديوهات واحد أخرين ونشرح لكم شي أمور اللي طرات لا في المحاكمة ديالي ولا علاش تحاكمت وشي حوايج. غير اللي بغيت نقول لكم وهو غنبقاو ديما متفائلة، راه واخا السجن حتى حاجة ما تبدلات، الوريضات، القوميجات، غنقلبو على قوميجات جداد عاوتاني تا هما فيهم وريضات، والحياة السعيدة وديما التفاؤل. لأنه شحال من الناس كيقولوا لي ودوزتي السجن وباقي متفائل. لا، متفائل وما غاديش نتشائم بمستقبل بلادنا، وغادي يبقى متفائل عاوتاني في الإرادة الملكية بأن سيدنا تا هو باغي الخير وباغي بزاف ديال الحوايج. ولكن مسامر الميدان اللي ديما كنقولها، راه قهروا هاد البلاد وقهروا هاد الشعب، راه ما يمكنش لأي واحد حل فمه نصيفطوه للحبس، راه ما يمكنش. احنا في 2024. ايوا، المهم بين ما نوجد لي فيديو الاخرين، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ المغاربه كاملين. وبغيت مره اخرى عاوتاني نشكر كل شي الناس داخل وخارج ارض الوطن اللي تضامنوا معايا ومع العائله ديالي في هذه المحنه. وكاينين الناس اللي داروا مبادرات رائعه، شي حوايج داروهم زوينين بزاف. عاد راه كل خطره غادي نتكلم على شي حاجه. ايوا، تبارك الله عليكم والله يحفظكم. وغناخذوا هاد اليومين ولا ثلاث ايام نرتاحوا واحد شي شويه مع العائله والوليدات وكل شيء، ويكون خير.